السلام عليكم يا البنات، جيسباكو فزالي بيان. انا جات لكم فيديو جديده باذن الله باذن الله تعالى. في هذا الفيديو راني حندير لكم دي سيغار فارسي. هنايا حنا عند لكم لا فارس بزاف سهله البنات، ماشي حاجه كومبليكي فيها. نحتاج الى هنايا حبه تاع الكورجات نرابيوها، يعني نرابيوها على الشكل كي المتوسط كيف كيف حبه تاع زوليه كيف كيف نرابيوها. نحتاج الى حبه تاع البصل، يعني حبه كامله تاع البصل، ويقعد لكم الاختيار اذا حبوا ديروا لي شارلوت ولا حابين ديروا البصل. هنايا يعني نحتاج للتتبيله، التتبيله يقعد اختياري. انا درت هنايا الملح مع شويه تاع الكمون. هذا يا عباره عن فرماج حنديروا في الاخر كي طيب لي هكاك باش نفارسي. ونحتاج الى لافات فويتي. هنا لافات فويتي البنات كيما ديكونجليتها كيما ديكونجليتها، راني حاطه لكم هنايا لو ليان تاع لا فيديو اللي درت فيها لافات فويتي. تبعوا معايا خياتي. في مقله يكون زيت سخون نديروا الحبه تاع البصل تاعنا تقلى هي ولي زيت. بعد ما طيب لكم هنايا البصل، بعد ما يتحمس لكم البصل تزيدوا زروديه هي والكورجيت. هنايا البنات لاباط فيتي تاعنا حنحلوها بالحلوها بالحلال، ومن بعد نقطعوها. دوك نعرف لكم كيف حنقطعوها ونريليوها نروليوها على هادو. البنات هنايا تقدروا ديروهم في ليكورني ولا تقدروا ديروهم هادو تاع لي سيغار نورمال تاع الكاطو. هاي لك هنا خياتي كيف قطعت لاباط تاعي، قطعتها على شكل اعمده. ومن بعد نشدوا هاد الاعمده البنات ونروليوهم على لو مول ديالنا. انا كيما قلت لكم الخيار يعود لكم، تقدروا تستعملوا هادو تاع لي سيغار ولا تاع لي كورني نورمال، يعني كل وحده والاختيار ديالها. نكملوا كاع لا كونتيتي اللي عندنا، ومن بعد نديروها في الفور. بيان سور الفور كي العاده نكونوا سخناه من قبل هكاك باش كي ندخلوهم يطيبوا لنا بالخف. هنا يا خياتي حنجيبوا الصفر تاع البيض ونديروه من الفوق، يعني حنايطاليوه فوق لي سيغار ديالنا هكاك باش يحمروا لنا بيان كوم يلفو ويمدوا لها اللون بزاف شباب. والبنات بالنسبه للفور كي نجيو ندخلوهم من الداخل نطيبوهم من التحت، بيان سور النار تكون هادئه، ومن بعد نطيبوهم من الفوق. تكونوا سخنتوا الفور بيان كوم يلفو يعني او ماكسيموم، ومن بعد نقصوا حتى ل 220 وتخليوهم يطيبوا. هنايا باش نديروا لا فارس تاعنا نديروها داخل لابوش عدوي، ومن بعد هذا حيسهل علينا الخدمه ونعمروهم من الداخل، يعني نعمروهم من كلا الطرفين على طول المول ديالنا، يعني على طول السيغار ديالنا هكا. وخليو شويه يعني في لي زيكستريميتي خليو شويه تاع لاباط هكاك تاع لافارس باش يلصق لنا لو فرماج ديالنا. انا حنكمل لا كونتيتي ونولي لكم. وعلى البنات لو فرماج حنجيبو لو فرماج غافي، يعني اي نوع من الفرماج راكو تحبوه ولا طيبوه به ونسكرفجوه هنايا. ومن بعد كيما قلت لكم كي تخليو لافاغ شويه من لي زيكستريميتي تلصقوا الفرماج وحيتلصق لكم بيان كوم يلفو، باسكو حاجه بزاف سهله وحيمدلو منظر بزاف شباب. وبصحتكم البنات، نتمنى لكم رمضان مبارك. اللي عجبت هذا الفيديو ما تنساش تدعمني بجيم واشتراك. ايا البنات عاونوني، ربي يحفظكم ان شاء الله. ميرسي.